أهلا وسهلا مشاهدي الكرام في برنامج كيف الحال الذي يأتيكم في مثل هذا التوقيت وهذا اليوم من كل أسبوع. اليوم وفي حلقة جديدة أيضا نستضيف الأستاذ هداد خليفة محمود الذي حدثنا من قبل عن مدينة كرن، ويعني تعرفنا على المدينة في أحدها ما قبل نحو 50 عام ويزيد، ولأن يعني تلك الفترة كانت مليئة بالأحداث في كرن، ويعني تنوع المجتمعات الأجنبية التي كانت تعيش في تلك الفترة في تلك المدينة. أعتقد هو من المهم جدا أن نتحدث عن مدينة كرن في كل موضوع مختلف عن الآخر. تحدثنا طبعا عن المدينة والحياة الاجتماعية والثقافية والتنوع اللي كان في كرن، ثم في حلقة أخرى تحدثنا عن التعليم ودور الأجانب في التعليم في كرن. مرينا على مدرستين تقريبا، واحدة منها مدرسة لالمبا التي أسسها الأمريكي مستر هيو، وكان يعمل في راديو مارينا زي ما حدثنا أستاذنا العزيز هداد خليفة محمود. وكان مستر هيو يتردد إلى كرن للاستراحة التي كانت تابعة لهم في المدينة. وأستاذ هداد محمود كما حدثنا أيضا كان أول من التقى به في مدينة كرن، وثم ذهب معه إلى أماكن مختلفة من ضمنها جبل لالمبا والمناطق المجاورة لكرن من شنارة وجلاس وغيرها. الآن في هذا اللقاء سنتحدث عن أحداث أخرى حدثت في محيط كرن أو في ضواحي كرن. الأستاذ هداد محمود قد لا يكون شاهد عليها لكن يعرفها عن قرب، يعني أقصد لم يكن حاضر في الأحداث التي سنتناولها لكنه كان قريب منها ويعرف كثير من الشخوص المتعلقة بتلك الأحداث. لكن خلوني أرحب بالأستاذ هداد خليفة محمود في هذا اللقاء، وسننتقل نتحدث عن موضوع الحلقة. أستاذ هداد أهلا وسهلا، معليش أنا طولت الحلقة صراحة لأنه الموضوع شيق، ويعني سعيد ألتقيك مرة ثانية. أهلا وسهلا وكيف الحال؟ أهلا وسهلا أستاذ كرار، ثانيا قاعد ألتقي معك في قناة الرسالة برنامج كيف الحال، وشكرا لاستضافتك، وأحيي جميع أخواننا جميعا، يعني جميع الإدارين الذين يتواجدوا والمتابعين وأبناء كرن طبعا. وأبناء كرم طبعا، جميل، وشكرا. تسلم تسلم أستاذ. يعني تكلمنا طبعا زي ما قلت، أنا اتذكرنا المرة اللي فاتت مستر هيو، وده يعني ارتبطت به بعديكم، يعني كنت ملازم له في مشاويره لما يجي كرن، ويعني اتكلمنا عن دور هذا الرجل في التعليم في مدينة كرن ومدينة لالمبا. لكن أستاذ توقفنا في آخر حديثنا، أنت قلت لي الراجل ده في عونة، يعني وصلنا لعونة وقلت في عونة كان يصور أو حاجة كده. خلينا نرجع، أنت إذا في شيء نقص من الحلقة ديك عاوز تتمه، مستر هيو هذا باعتبار أنه كان جزء من المجتمع بتاع كرن فيما بعد، يعني ناس كرن يذكروه كيف، قالوا فيه حاجة، يعني غنوا له، كتبوا فيه أشعار، قالوا فيه حاجة من الأشياء اللي ممكن تتذكرها. ايوه، اولا اخ كرار، بس شويه للتصحيح، يعني قلت مدينه كرن، مدينه لالمبا، لالمبا جبل هو من مدينه، جزء من مدينه كرن، دي للتصحيح بس يعني. صحيح صحيح، ما أدري أنا إذا قلت مدينة لكن صحيح، جبل لالمبا يعني أنت طلعت ايوه فيه، جميل، صحيح بالضبط بالضبط.
وهو فعلا في هنا يعني اللي ذكروه بيكون سواء كان بشعر، انا بتذكر ممر والديسوس. والديسوس مين والديسوس؟ كان عمل له، والديسوس كان مدرس في مدينة جلاس يعني، تمام ومن أبناء جلاس. تمام لاست نيم بتاعته ما بعرفها. لا ما مشكلة، أيوة نعم والديسوس في تلك الفترة يعني من سكان كلاس. ممر والديسوس هو من نعم أبناء جلاس، والنشيد اللي قال يعني الشعر اللي قال له بعرف جزء منه، أمريكا وحس علم أمون عد زي يتألم، أتم عد نقبل له مستر هيو ما تسأل له، مستر بيل مس بصوته حطور حرماز مس نقوته، مستر ديفيد أبو دخا مستر ديفيد جبار. هي دي اللي حفظتها، لكن هي طويلة، هي بس دي الأبيات اللي حفظتها. وطبعا مستر بيل هو كان مساعد لمستر هيو من ولاية ميشيغان هو، وديفيد بورنيت هو من نيوجيرسي، ودي اللي كانت هناي. أما بخصوص ما يتعلق بعونة، أنا ما كنت موجود، لكن قبل الحوادث تقريبا أنا كنت مريض وجزء معليش في أستاذ، المجموعة. يعني دور مستر هيو في عونا شنو كان يعني لك عشان نكمل القصة؟ ايوه، الدور بتاعت مستر هيو اولا في عونا، على حسب ما جاني المعلومات يعني، في عونا مستر هيو كان يعني كان ينقذ الناس اللي مجروحين وكده، اللي ما توفوا. وكان في نفس الوقت كان يعمل فيلم، وهو اللي عرّى اثيوبيا بعملية عونة، وكان يسعف الناس بإسعاف أولي يعني. يعني مستر هيو لعب دور إيجابي في أحداث عونة، يعني صور الحدث وثقه، وبعدين يعني فضح النظام الإثيوبي اللي ارتكب جريمة عونة. ايوه، وكان ينقذ كمان يعني، ينقذ الناس المجرحين اللي ما ماتوا يعني. يا سلام، وده شيء جميل صراحة، يعني هذا الرجل يعني إضافة إلى كل الدور الإيجابي اللي عمله في كرن من تعليم، وحتى قلت عمل مستشفى فيما بعد مستشفى لالمبا أعتقد، يعني لا برضه تواجد، اسم المستشفى، ايوه اسم المستشفى ما اعرف اخ كرار، لكن عمل لكن عمل مستشفى يعني، مستشفى أو كان عنده مستشفى. مشروع مستشفى لا لا ولا لا نفذه يعني. نفذه. تمام، ويعني شاهد على أحداث عونة، صورها وثقها وفضح النظام الأثيوبي، وبعدين إيش عملوا له الأثيوبيين؟ 24 ساعة طردوهم، يعني طلبوا منه مغادرة البلد خلال 24 ساعة، 24 ساعة. ومنها طبعا التقيته في السودان زي ما قلت يعني. ايوه في السودان في 79 شهر 2 تقريبا قابلنا في السودان في الجوازات يعني، جوازات السودان. جوازات السودان. ولما مشيت كسل لقيت اخ سيوم عند قرقيس ورع طالع من سجن، واتقابلنا في قهوة كده صدفة يعني. ده كان مدير بتاعت مدرسة مستري، وقال لي كان معتقل يعني، الجبهة الشعبية كانت معتقلاه، وعمل سنتين في حفرة. يعني الجبهة الشعبية لما اعتقلته أدخلته في حفرة يعني لمدة سنتين. ايوه في حفرة، لانه اخذوا كل الادوية بتاعت المستشفى وبتاعت المدرسة، وشردوا كمان الطلب الايتام. أكيد طبعا يكونوا أخذوهم للتجنيد الإجباري يعني. لا 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 ما كان في تجنيد اجباري وقتها، قبل التحرير هو. نعم، طيب يعني صراحة نحن يعني لابد من أنه نحيي هذا الرجل يعني الفاضل اللي أسهم في يعني تعليم وصحة، وحتى في يعني إسعاف الناس، كان قريب جدا من الشعب، وكان يعني يعتني بالجرحى أو في عونة ويوثق للحدث،
وبعدين عرى النظام لحد ما تم طرده، يعني طلب منه يغادر البلد خلال 24 ساعة. نحييه حقيقة، ونحييك أستاذ هداد، يعني أنك أنت مواكب لكل هذه الأحداث، وأنه رجل عندك خلفية في كل الأشياء هذه، وسعداء أنه نحن نسمع منك هذا التاريخ الذي يجب أن يحفظ. طيب أستاذ، يعني ننتقل للحديث عن ايوه دقيقه نعم اكمل لك حاجه واحده. نعم تفضل. ايوه، ولما قابلته في السودان في الخرطوم، اسباب تواجده الايتام كانوا مشردين، شردوهم طبعا. طبعا فجو الأيتام هذول كلهم جو في السودان، وكان عندهم معلومات عشان يلمهم جا السودان هو. وسيوم برضو طلع من السجن وما كان عارف إنه مستريح. قلت له أنا قابلت مستريح في الخرطوم، قلت له أمس قابلته في الخرطوم، قلت له وهو في الخرطوم، وافتكر التقوا، وحسا سيوم موجود في تكساس، بس للأسف الشديد قاعد أفتش عنوانه، وكل من يعرف عنوانه لو أدانا عنوانه أو تلفونه كان أحسن يعني. نحن نحيي سيوم صراحة، في ونوجه يوم النداء عنده عبر بدوس هذا ورق البرنامج لكل من يشاهد هذه الحلقة، يعني ويعرف الأخ سيوم، أن يتواصل، ويعني يمد أستاذنا هداد بتلفون رقم تلفون للتواصل. جميل أستاذ. طيب، يعني ننتقل للحديث إلى عونة، ويمكن عونة هي المذبحة اللي حدثت في منطقة عونة القريبة من كرن، صحيح؟ هنا وبس كثيرة. طيب، قبل عونة أستاذ هداد، يعني شنو كان قبل عونة؟ طبعا صحيح، يعني نحن حنتحدث عنها، لكن قبل عونة كان في أحداث مماثلة، مثلا يعني أنت قلت بسكديرة أو بسديرة، كان في مناطق ايوه، ثانية غيرها؟ في كرن، في داخل كرن كان في اختطافات يعني نعم في مدينة كرن من قبل اثيوبيا يعني، نعم وكان عندهم عملاء كانوا يسلموا لاثيوبيا من الجبهة يعني نصهم. وخلينا أبدأ أولا بعملية اللي بدأت في بركة، وهنا بركة وقاش وكل مناطق منخفضات يعني، بالذات نعم بركة نعم بركة وهناش. أول مرة يعني على ما أعتقد سنة 66 جاء واحد اسمه عمر فلاق. عمر فلاق. أيوة، كان عايش في كسلة وما عنده أي علاقة ما عنده أي علاقة بالجبهة يعني. نعم، يعني عايش في كسلة السودانية. ايوه عايش في كسلة، وجاء سلم نفسه، جاء اريتريا وسلم للطور سراويت. سلم للحكومة الأثيوبية. ايوه، ولما سلم في تسنية الكلام هذه، نعم. لما سلم الناس اللي كان يشوفهم في السوق شافهم في تسنية يعني اللي كان يشوفهم في السودان، تقصد يعني في الأسوار في السوق. كسرى. ايوه، وما كان عندهم علاقه بالجبهه، مساكين يمكن يمشوا عندهم اهل او يمشوا يعني زياره وكده يعني، ما عندهم اي علاقه بالجبهه. واحد اسمه، عشان اذكر اسمائهم، واحد اسمه علي من ابناء كرن، هو لعمنا محمد علي فكاك ود اخوه، وكان ساكن معاه في كرن يعني ابنه هو يعني ود نعم. اخوه هو. ده كان في شافه في تسني وبلغ عنه. واحد اسمه عبد المنان كان فترينه في سيابه على ما اعتقد، في الباسات بتاع سيابه. نعم. وواحد اسمه دانيل، الثلاثة ديل بلغ بيهم وصفوهم يعني. ويعني زي ما قلت، ما عنده علاقة بالثورة بالجبهة ولا ايوه شيء، مجرد ناس شافهم في السوق
وظل ايوه، وكنت ما كان شغال في قهوه ولا في فرن، ما بعرف يعني، على حسب معلومات انا شفته في اسمره، يعني جانا في اسمره، وبعدين مشى كسله ورجع كسله، لما رجع كسله الجبهه اختطفته يعني من كسله. وجبه خلاص، وده خرج طلع من المشهد بعد ده، يعني رجع السلمانيه خلاص منها. خلاص خلاص يعني طلع من المشهد. وفي غيره تتذكر ناس عملوا اشياء قريب من كده، يعني ما عندهم علاقه بالجبهه ولا بالثوره، وراحوا لاثيوبيا ويتجسسوا عشان يأذوا المواطنين. والله غير ده، انا انسان التانيين اللي كانوا يجوا من الجبهه، يعني واحد اسمه البخيت، ايوه واحد اسمه البخيت كان شغال في زي ما تقول كوبرالو فورمان بتاعت والد فول بنات ده اللي يشتغلوا في المزارع يعني، أو في لا مش المصانع. في المزارع، لما يجي الفول في المخازن يعني ينظفوه هنا نعم يعني، نعم وهو كان كبراله بتاعتهم مسؤول اسمه عمال يعني، كان مسؤول عمال يعني. ايوه يعني فورمان، هو نعم يعني كبراله زي ما يقولوا بالتجري يعني. نعم والمهم الزول ده نحن لما كنا صغار يعني وهو شغال هناك، كنا يعني ان المناخير بتاع يعني المناخير بتاعته طويل هو يعني، نعم يعني أنفه طويل يعني. ايوه فنفطير كنا نقول له ونجري منه، انا وعثمان محمد حامد ود اخوي، هو عثمان ود استاذ محمد حامد مشهور هو يعني، نعم. عايش بين استراليا وامريكا يعني، عثمان نعم. محمد حامد، فكنا نقول له هنفطير وكنا نجري منه يعني نهرب منه، نعم. وهو يجري ورانا، نحن كنا صغار. وبعدين الشخص هذه طلع الميدان ونحن ما عارفين يعني، نعم ما شفناه يعني، وجا من الميدان وكنا نسمع البكيت جاء، لكن ما كنا نعرف اسمه. نعم البكيت جاء، البكيت سلم على البكيت كده يقول نسمع، وما شفت انا. بعدين كان في واحد برضو إدريس سعد الدين اسمه وهذا وحيد على البكيت توفيق، أستاذ، معلش سلم تسمعه، سلم في كرن ولا سلم في أسمرة ولا أغردات؟ لا سلم في كرم. نعم فأنا ما قاعد أجيك للقصة بتاعته يعني. نعم فلما جاء واحد اسمه إدريس سعد الدين كان يعمل إسكافي، كان يعمل، وبعدين كانوا يتهموه، والراجل هذا خاف وسلح رسمي يعني، رسمي حمل سلاح يعني، نعم كان ساكن في معسكر كوماندوس، وأنا بعرفه يعني من زمان يعني، أنا ما أعرف. والمهم هو وعالبكي جو مع بعض وأنا ما أعرف، طوال هذا زيك، قال لي كفل لي وكذا وكذا، قال لي، وبعدين اللحونا على البكيت، قال لي بقى انا لما شفت وشه عرفت به وشه لكن ما بعرف اسمه. نعم هداد قال لي، قال لي كده، تتذكر انت كان فول مثل تسفون ده شكي، ايش كنت تقول له؟ قال لي هو اتذكر يعني. تذكر، انا بقى على البكيت سامع، كنت سامع به وخفت يعني. نعم وبعدين قال لي كفل لك عبيك وكذا وكذا وكذا، قال لي هو مشى وخلاص يعني، لو لا الزول ده يمكن كان عمل لي شيء يعني، ادريس سعد الدين، واشوفه ماسك اوزي يعني، اوزي اللي هو بتاع سلاح. الشاشه الاسرائيلي، هو نعم الصغير نعم نوع من السلاح. نوع من السلاح، هو ماشي. وبعدين كان يعني يمسك ناس وكده، وبعدين الجبهة طبعا عملت خطة، ويعني واحد الشهيدة سعدية تصفوه اللي استشهدت حصل تقريبا من شهرين ولا شهر، نعم الله يرحمها، صحيح، سعدية تصفو الفضائية، الفدائية سعدية تصفو. ايوه فدائية سعدية تصفو، عملت له خطة، وهو كان يجار وراها وكان عامل زي، وخلاص قالت له كويس، واخذته وطلعته من المدينه. وفي مدينه كده بالضبط، حس المدينه
أدحشل هي، أبيت جاخة هي، وين هي بالضبط ما أعرف، لكن في نفس المناطق يعني. وطبعا أخذته وهو جاء عشانها وصفوه في المكان هذه، فهي نعم، الجبهة صفته يعني. أي صفته وهي طلعت من كرن يعني. وده طبعا جاسوس مشهور هو أستاذ هدادي لا يعني. لا لا، مشهور مسلم، هذا أقول لك قتل ناس كتار يعني. صحيح. وفي غيره تتذكر إذا كان في أسمرة أو في مصوع في المدن الكبيرة عقردات؟ لا والله في كرن كانوا كتار يعني. نعم. ايوه، وكمان جاء واحد اسمه بسيري، سلم من الجبهه، من ابناء اسمره، هو اسمه بسيري، سلم هو كمان، لكن يعني هو كمان كان يأشر في ناس اللي كان يشوفهم، اللي كان يمشي يزرعوا هناك وبتاعت هناك. وواحد جاء كمان اسمه ابنوريت، نعم. ابن وريد كمان نفس الحاله، نفس الشيء، كان زي انس البخيت. والثلاثه كانوا يمشوا، ادريس اللي قلت لك، و البخيت وابن وريد، هذول كمان كانوا يعملوا. لكن ابن وريد افتكر اثيوبيا انتقمت منه براها، بعد ما وراهم اي حاجه، وبركه و جاش وهذا كله بيسببهم ده يعني، عد ابراهيم، عد فكاي، عد نسور، كل الدواحد يعني، دواح اقردات وهناي. ودي اللي بعرفهم انا في اسمره، كمان كانوا كتار لكن ما كنت اعرفهم بتاعت اسمره بصراحه. وفعلا الجبهة كانت تتصدى لهم يعني، كل ما لقت ايوه ايوه فرصة. ايوه كان الجبهه نظفتهم يعني. طيب أستاذ، بالنسبة للأحداث، القرى اللي أحرقوها الأثيوبيين وقتلوا ناس وشردوا الناس في الفترة دي قبل عونة طبعا، نحن نتكلم يعني، ايوه تتذكر حاجة؟ ايوه 67 بتذكر و68 بتذكر يعني، يعني بالسديرة أو بسكديرة غيرها، تتذكر حاجة مثلا يعني؟ من نهاية 66 المدن كان يحرق، القرى والممتلكات كانت تنهب، والناس كانوا يقتلوهم يعني كتار يعني. طيب، يعني ننتقل لعونة، مذبحة عونة. ايوه يعني أنت كنت في عونة أو مريت بعونة، يعني متى كان أنت مريت بعونة مثلا، أو بيتت فيها، أو يعني مررت بها يعني؟ والله، آخر مرة أتذكر سنة 70، سنة نفس سبعين الأيام اللي طلعت يعني، بعد قول بعد قول بعد 8 شهور تقريبا. وهي عونة نفسها كانت سنة 70 طبعا. أيوة 70، شهر 12 كانت عونة. طيب أنت شهر كم مريت بعونة؟ أيوة تقريبا نقول 9 يعني. شهر 9 سبتمبر. ايوه سبتمبر كانت. وبعدين انا طبعا زي ما قلت لك كنت في الميدان طبعا وقتها، صحيح. ووالدتي كانت دايرة تجين. نعم. وبعدين اتفقت مع اخوي لما وانا راجع للسودان، هو الكلام، نعم. فقالت لازم اشوفه ولازم وكده، قالت ودايرة تجي. واخوي كلمني طبعا، اخوي اللي قلت لك هو كان استخبارات ومراسل بتاع الجبهه يعني. نعم الجبهة. نعم. ايوه فقال لي طبعا دايرة تجي ودايرة تشوفك وكده، قال لي والله، قلت له وانا خلاص يعني من الجبهه طبعا اخذت حاجاتي، وعشان كنت مريض يعني. نعم. والمهم قلت له يا اخي لا تجيني في السودان ولا تجيني في الميدان، قلت له يعني مره كبيره حتتعب وكده خلاص. قال لي انا بعمل لك خطه، قال لي، وعمل خطه مع هناي شبه متحرر وعونه يعني. نعم. وطلعنا من عونه يعني حوالي ساعه، من هناك طلعنا من المكان جانتك ده،
يعني القرية بتاعت الوالد هي يعني مسقط رأس الوالد. نعم ومن طلعنا حوالي الساعة 6 صباحا وجينا عونة، وطبعا عونة كل أهلنا هي يعني عامة، يعني ما أقدر أقول لك ده أخو قريب وده ما قريب، ما أقدر أقول لك كل أهلنا هي يعني. والبيت حسه والله يعني نسيت ما أذكر بيت من هي يعني، لكن من قرايبنا هم قيلت معاهم وجلست معاهم. والمهم والدتي جت وشفتها قيلت معاي، هي مشت كرن وأنا مشيت رجعت جانتك يعني. نعم وأتذكر كنت لابس يعني سروال وسديرية يعني كأنه يعني كأنه مواطن عادي يعني مش جندي. مواطن عادي يعني من الخلق من برا من القرى يعني. وأتذكر يعني ورجعنا، وبعد ما رجعنا طبعا لما جيت السودان سمعت اللي حصل يعني بتاع يعني. يعني والبيت برضو اللي كنت فيها طبعا هم كمان يعني المرأة وزوجها وولد ابنها كلهم راحوا. وبعد فترة شفتها في مجلة الحوادث يعني قريت كل حاجة يعني الحوادث اللي حصل. وزارها بعد ما حرقت زارها الأخ عبد الله سليمان مع واحد اسمه جاسم الزبيدي، اسمه صحفي مصور هو عراقي. صحفي عراقي أيوه ما لا مصور هو ما صحفي. مصور، يعني عبد الله سليمان هو القيادة في جبهة التحرير طبعا، لا وقتها ما كان قيادة، كان كادر وكذا يعني. لكن هو تقصد انت اللي كان فيما بعد أيوة أيوة قيادة. أيوة أيوة ذاك مسؤول علاقات خارجية عبد الله، عبد الله سليمان عبد الله حمد. يا سلام، نحييه يعني أيوة هنا الماضي عبد موجود الله معي سليمان، موجود في لوس أنجلوس. كمان موجود في أمريكا. أيوة في لوس أنجلوس موجود، جميل جميل. وكان مسؤول علاقات الخارجية لجبهة تحرير إريتريا في يعني في نعم 76. نعم بص يعني أنا طيب أستاذنا، أنت لما وقعت الأحداث بتاعت عونة كيف حسيت أنت؟ يعني تذكرت الناس اللي تعشيت عندهم أو نزلت عندهم حسيت أنا وخارجين؟ نحن لكن وديناهم بيتكم نعم كأنه نحن اللي يعني حسيت بألم يعني بجد يعني. هم تفتكر ليش أحرقوها القرية وقتلوا الناس؟ والله طبعا الناس عشان اقول لك زي ما قلت لك شفت كرم ودواحيها بكل صراحه يعني، حتى الحجار بتاعتها يعني ثوره هي يعني. الأثيوبيين كانوا حاسين إنه كرن دي يعني بضواحيها زي ما قلت منطقة تعتبر ثورة بالنسبة لهم وحاضنة للثورة وناشطة في الثورة وكذا، يعني دي الدوافع. حتى لما يسمعوا كانوا مدرسين يجوا من اثيوبيا، من اثيوبيا المدرسين كانوا يجوا يعني اثيوبيين، نعم لما يجوا لما يعينوهم من مثلا من اسمر من مكتب التعليم يعني، لما يعينوهم كرن بس بالاسم كانوا يكرهوا كرن، لما يجوا يعيشوا فيها كانوا ويطلعوا كانوا يبكوا يعني بكل صراحة يعني. يعني كان يخافوا تقصد يعني؟ ايوه لما لانه كرن معتبرينه كانه وحوش يعني. وده طبعا لأنه المنطقة كلها وكرن وضواحيها زي ما قلنا كانت منطقة حاضنة للثورة الإريترية، والثورة كانت ايوه ايوه مكتسحة لكن شفت الاثيوبيين، انا بتذكر واحد اسمه بايو كل ابناء كرن بيعرفوه اول مدرس اثيوبي يعني، ما تصدقنا حسنا لو قلت ليه كان يناقش عن الثورة الإريترية وكان يعني يؤيد الثورة الإريترية. وهو اثيوبي. أي أثيوبي هو يعني الثورة كانت معروفة حتى لدى الشعب الاثيوبي يعني اللي أيوة كان. معروفة اللي كانوا في إريتريا مثلا الواحد يمشي نقفة مدرس
يعني لما يمشي يبكي كان، لكن لما يرجع يجي مبسوط يعني، مثلا تسني مثلا او غردات يعني. فالمعلومات اللي كانت تديهم الحكومه النظام الاثيوبي يعني كانوا يدوهم معلومات خاطئه يعني، كانوا يبكوا والله. وده كان نتيجة نعم يعني تأثير الثورة القوي في الأوساط الشعبية والتفاف الجماهير حولها. ايوه، حتى انا بتذكر واحد قال لي، واحد عمنا هو الله يرحمه، عمنا هو وتقريبا جد بنتي هو يعني، استاذ عثمان علي بخيت، منادل من المنادلين الاوائل هو يعني، كان نشيط في الحركه، وكان مبعد ابعدوه لعصب، وبايو كمان ابعدوه لعصب، وكان يحكي لي عنه. فانا حكيت له، قلت له استاذ بعرفه الزول ده، قلت له وحكيت له والله، قال لي بالضبط نفس الحاله، قال لي ما اتخيل. وأستاذ يعني أنت بعدين لقيت ناس حضروا في عونة بعد المذبحة وأسعفوا الناس، يعني لقيت ناس يقول لك نحن حضرنا يعني بعد الحريق وبعد القتل اللي تعرض له الشعب. اي أيوة والله، انا كتار ناس اللي بعرفهم يعني، اولا كلهم زي ما حكيت لك اهلا هم، طبعا طبعا لكن بالحكايات يعني كانوا يحكوا. لكن اخيرا سمعت شخصين من ابناء كرن هم، واحد اللي هو صالح قاضي، اللي هو صالح ابو بكر جوهر، عبد الرحيم جوهر، والثاني تصفى جابر مسجدنا، هو كمان من أبناء كرم، بس سمعت منهم معلومات، وبرضه كنت أسمع من ناس ثانيين معلومات يعني. وده حسه قريب، هو تقريبا قبل سنة سمعتها بتاعت صالح وبتاعت تصفى جابر، لأنه هم كانوا في كرم، أنا ما كنت يعني. لا أنا قصدي أنت في يعني أثناء إقامتك في السعودية أو في أوروبا أو حتى في أمريكا ما لقيت أبناء عونة اللي نجوا من المذبحة وهم كانوا أطفال أو اللي كانوا في سنك وطلعوا من المذبحة ما صادفوك؟ يعني لا أنت لا، لقيت ناس شفتهم، لكن ما اذكر، اقدر اذكر اسمائهم. واحده بنت هي لا يعني يكون حكوا لك مثلا اتونستوا يعني وحكيتوا عن الواقع والله الحصل. الحكايات كلها هناي، لكن انا ما كنت، لانه كان الموضوع يعني القتل، وهناي بالنسبه لنا كان عادي يعني، كنا نشوف يومي يعني. صحيح لأنه كان يحصل في كثير من المناطق اللي ويحصل أنت في تعرف. كرم، أولا شفت القتل والموت والاختطاف والظلم، وكله كان يعني، وكنا نشوف يعني، فما كان جديد. لكن الإنسان لما يكون جديد عليه ويهتم ويسأل به باهتمام يعني. صحيح لأنه شيء جديد وملفت، لكن أيوه القتل والإحراق، إحراق القرى وكذا، ده كان مألوف صحيح في كرم أيوه أيوه وضواحيها أنا يعني في أقول كثير من القرى. كله كل المدن الإريترية اللي ما اتحركت ما في يعني، كله كان اتحرك يعني. بس بالذات في هنا في أسمرة، أنا وقتها 67 كنت في أسمرة يعني، أيام الحريق بتاعت بركة وناي. فلما تجي المعلومات أحكي لهم يعني، ناس أسمرة ما كانوا يعرفوا مساكن، لما أحكي لهم حكى خادي غاي يقول لي يعني، ما ما كانوا يصدقوا. ايوه، لانه مساكين ما يعرفوا يعني، حتى خالي غاية يقول لي، لما انا اقول له هو حصل نتيجة لأنه كانوا بعيدين من الأحداث، المنطقة صغيرة هي طبعا، ولا ايوه يعني ايوه كانوا معزولين، كانوا بعيدين عن الأحداث أو كانوا ما مهتمين لأن ايوه الأحداث بعيدة يعني من مناطقهم وكذا. ايوه بعدين حتى في الثوره شفت لما تقول لهم كذا 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 كذا، حتى خالي غاية يقول لك يعني. وبعدين ما كانوا حتى يقولوا الثورة يعني، اللي كانوا يعرفوا الناس اللي كان يعني، ناس كتار يعني، كانوا منادلين في أسمرة يعني كتار يعني، لكن الشباب ما كانوا يعرفوا يعني. وحتى عشان يقول لك جبهة التحرير إريتريا والثورة، بوت يوم حواتنا دق زلوي يقول لك يعني.
وبرضه استاذ انا لاحظت في ناس من اسمره ما حصل مشوا خارج اسمره، يعني الا يمكن مصوع ما مشوا كرن، او ناس من كرن ما مشوا اسمره، ما مشوا غردات، يعني في ناس ما اتحركوا ما مشوا لمدن ثانيه، النتيجه يمكن لانه طوال شغالين وما يمشوا اجازات. تفتكر في حاجه زي دي؟ يعني انا لقيت واحد ايوه، اخوه واحد اسمره. واحد قال لي، صاحبي الواحد قال لي اوه خاف كرن يا خا. ايوه انا من كرن وكذا وكذا، بس بعدين بقينا اصدقاء. اوه كرن تقع سودان نديو، قال لي يعني قال لك كرن دي قريبة من السودان. السودان واحد كخايف غرباء، يا بالدليل يعني مساكين ما يعرفوا يعني، انت يعني عندهم مشيته ما شرحت عليهم، انت مشيته يعني خلاص طالما ما لا يعرف. وريته ضحكت، لكن وريت يعني. اي صحيح، كثير من الناس يعني من اسمرة ما طلعوا ما شافوا المدن القريبة، الا يمكن المدن ايوه عندهم بها علاقة واهلهم وكذا يعني. برضو واحد اسمه محمد عمر محمود اسمه، مشهور بكربيتاي، نعم منادل كان يعني، وفكاهي ونكتي يعني، تابع يعني حياته مع الجبهة هو يعني، الله يرحمه استشهد يعني، توفى يعني في السودان وما أعرف ولا وين. فهو جاهم كمراسل يعني عشان، وطبعا كان يكرمهم للشباب، شباب أسمرة مجموعة هي كده، وهو كان عايز يجندهم يعني في الجبهة، وهم يقولوا إيش هو حنتو فارغ ما تحت رغبنا لنا لا سينا، يقول هو كريم هو محمد عمر من طبيعته يعني، نعم يشربهم شاي ياكلهم فول وكذا، فيعني هو عايز يجندهم يعني، وهم وهو ما يقولوا يعني احنا يعني شربنا واكلنا على حسابه يعني. على حسابه. ايوه هذا فارغ رغبنا يقول يعني، واحد قروي يعني معناه فارغ يعني. نعم فقال لهم فارات انتم، قال لهم ام رميه لكم يعني هو عنده نية يجندهم يعني كل واحد. عشان يجندهم. ايوه مشهور هو. طيب يا أستاذ، يعني كذا نرجع لكرن برضو، يعني في برضو ذكرنا مرة يعني في اللقاء اللي يمكن الحلقة اللي قبل الأولى، يمكن ذكرنا محمد الفنان السوداني الشهير الكبير يعني محمد وردي، ايوه وفي فنان ثاني يعني مدفون في أسمرة اسمه سرور تقريبا، برضه فنان سوداني، وفنانين سودانيين كانوا بيجوا يترددوا في كرن وفي أسمرة وفي غيرها. يعني أنت تتذكر برضه ذكرنا الأغنية أظن ورد غنى كتبها، قلت لي إريتري مقيم في السعودية الآن. ايوه عبد الواسع، عبد أيوه صح الواحد علي صالح. نعم، ايوه يعني ايوه وردي غير الأغنية اللي غناها بالتجريب غنى أغنية ثانية مثلا في كرن، ولا ما أدري يعني إذا كان حصل. ايوه اللي ذكر لما جاء في كرن، هو 3 اشخاص جو، 3 فنانين جو مع نعم بعض. سودانيين يعني. ايوه احمد المصطفى قبلهم طوالي كان يجي يعني، طوالي كرن اسمره، حتى الناس كرن كتار اصدقائهم يعني، ناس كبار يعني، فكان يجي متكرر يعني. هو عثمان حسين في البدايه كنا سخاء يعني، بتاعت عثمان حسين كنت صغير خالص يعني، لكن كنت بسمع يعني، كنت أسمع أغانيه وكده، لكن وردي وأحمد المصطفى وإبراهيم عوض الله يرحمهم كلهم، ديل الثلاثة جو اللي قالنا فيها ولد كرم يعني. فقبل ما يجي طبعا كانت طالعة هنا أصبح الصبح الأغنية أغنية، السودانية نعم أصبح الصبح. ايوه اصبح الصبح، فالناس طبعا ناس كان زي ما تعرف يعني، عايزين يعني حاجات، وده في الستينات هو طبعا. ورد قال لهم لا هم مخلص، قالوا له شنو يعني، هم ناس كرم قالوا له شنو؟ طلبوا منه في الهناية وفي الشارع هو. نعم يعني طلبوا مني يغني لهم أغنية أصبح الصبح يعني، ولا أصبح الصبح أيوة، فقال لهم ما سبح فيكم. انتوا ما الصبح
الساعة ما جاكم إلا الصبح، يعني الصبح ما يعني اتحررت، شمسكم ما أشرقت يعني. ما اشرقت. ايوه هذا كان قصده. فبعدين انا بتذكر زعلوا وكذا، واتكلموا معاه بكلام كلام فارغ كمان يعني. نعم والمهم مشى وخلاص يعني. جيت انا سان فرانسيسكو، والله النكتة دي يعني نكتة عجيبة هي يعني حصلت يعني. نعم وجيت وحاسة كمان قاعد يسمعني تصفى دقيقة بتاع الجبهة، نعم تصفاي المنادل، نعم نحييه تصفاي دقيقة، المناضل نعم موجود هنا معاي أحييه، نعم هو كمان يتذكر الحفلة دي. ف مشيتوا سوا يعني أو تلاقيتوا. لا تلاقينا هناك، وحصل لما جاء ورد كان يغني، وبعدين طلع برا، وانا واحد اسمه تمسجن صاحبي هو اللي موجود في هنا في فانكوفر، موجود في فانكوفر هو اللي عزمني، كان مدير بتاعت الامريكان افريكان امريكان كالتشرال سنتر، وجنب بيتي هي يعني ساكن جنبها انا. الكلام دي 93، وورد كان يغني بعدين طلع عشان يدخن ولا كده. طوال انا جيت قلت له ازيك يا استاذ محمد ورد، قلت له وسلمت عليه. وبعدين قلت له يا استاذ ورد، قلت له انت لما جيت كرن، قلت له لما غنيت ولد كرن تتذكر، قلت له انت وابراهيم عوض وحمد المصطفى، قلت له لما طلبوا منك تغني أصبح الصبح، قلت لنا ما صبح فيكم، قلت لنا حس صبح فينا، قلت له. قال لي ماسك لي تار انت، قال و يعني اخذ نكتة يعني. وما غناها لكم، ما طلبتم اني اغنيها لكم. لا، لأنه هو ما كان يغني، هو كان يدرب واحد اسمه ورد الصغير. ابنه يعني ولده؟ لا، ما ابنه حاسه افتكر هو ما ماسك مكانه يعني، قاعد يغني اغاني، تمام. وانت وهو اللي كان يغني يعني. استاذ هداد يعني حافظ شيء من الأغنية اللي غناها ولد كرن أو اللي بالتجرايد في كرن اللي غناها وردي؟ حافظها كيف يا اخي حافظها؟ يعني ممكن تقول منها أبيات؟ ايوه اقول منها. تفضل. هتقولها بالطريقة الكرنية ولا هتقولها كيف يعني؟ باللي يعجبك. بطريقة فنية نجيبها كشعر يعني. تمام. لا لو كشعر حتجيبها ولا كأغنية زي ما غناها وردي اللي هو يغنوها ناس كرن طبعا. لا حاجيبها، لكن يمكن ما هكملها يعني، لكن تمام حاجيب منها تمام جزء. قال لا لو يا ولد كرن سعداته، ما إذا عاري لستيت عشرة بدير نهاياته. لا لو يا حسب أمك وأبوكي أسأمين لفوكي. يعني الناس كانوا يكتبوا عن الحب والغرام في زمن قديم جدا يعني ده في الستينيات. أيوة. وما يدعاري لستيت عشرة بدير نايات. نعم فعلا الشاعر اللي كتب القصيدة دي رائع يعني صراحة أيوة. يعني. وبتذكر أغاني في الزمن ده كمان كرن يعني بأيا كان بالعربي ولا بالتجرينيا بالتجرايد بالبلين. تقرا انا نايود اميرة الفتاح، وتقرنيا كمان فتاح. حافظ حاجة من الزمن ذاك من الأغاني القديمة؟ ايوه، من الاغاني القديمه حافظ. ايوه بتاعت ورده حافظ كثير، بتاع احمد المصطفى اللي بحبه الاغنيه يعني، هي اغنيه سهران الليل. والله يا أستاذ إذا أنت بتحب عاوز تقول أغنية وتهديها لأصحابك اللي يشاهدوا الحلقة دي ويشوفوك ايوه لا بأس يعني. إذا أنت بتحب تقول أي أغنية كنتوا ترددوها زمان كأصحاب كشباب أو في المهجر يعني وتذكرك بأصحابك أو أصحابك بيذكروك بها يعني ما في مشكلة نسمع.
ايوه معلش، الا سامحنا منا شويه، عبب اهلام منا لينا، لكن عود امير ممكن يعني اديك ليها بكلمات، يعني انا عود امير يعني تفضل تفضل تفضل. اللي بنحبها. ليليت ونام ونمت من مسكابات دنقصت، ونم كوا انا مدون ما عندقت عندقت، بقف من ذكر لوك شبابين بطاقت، طاقت من ذكر لوك نوشي نفر بدارت، دي بأيام عري بشوكم باسح سقادت، لقاربون بحسين لبار وحجت باخت، ما بقى لبلوني وكمسل، ما بقى قويكو نقفة نقفة لبلوني شيكا لدي بقى بيكو جورسين وفور تقيار آمم هليكو جميل كما صراحة، جميل أستاذ هداد، أنت متذكر حاجات حلوة وكلام قصايد جميل جدا صراحة. أنا أحيي فيك هذه الروح المرحة وهذه الذاكرة القوية المتقدة، يعني حافظ لكرم كل شيء فيها وعنها وناسها، هذا شيء جميل. يعني في كرن برضو أستاذ، يعني كنت تمشوا المسارح، كنت تمشوا لفنانين إريتريين وسودانيين، ولا عادة الناس ما يهتموا؟ يعني وردي لما جاء مثلا، كيف الناس حضرت؟ عدد كبير ولا مش كبير يعني مثلا؟ عدد كبير. شفت السينما بتاعت كرن؟ هو في سينما بتاعت كرن اسمها سينما امبيرو، نعم سينما امبيرو كرن اسمها، دي كانت بتاعت تريلا اريتري على ايطاليا، نعم كان المسارح والحفلات كان يكون فيها يعني، والناس كلها كانت مهتمة، وناس كرن بيحب الأغاني السودانية والأغاني التجري وجميع الأغاني يعني، يعني كانت مسارح، ولكن في زواج وفي الهناي في نعم حوش، كل واحد يعمل زواج في حوش يعني، كان في في الحوش، حوش يعني الناس كبير يعني، يعملوا زواج في الحوش، يعني في حوشهم يعني. ويحوشهم يعملوا يجيبوا خيمة ويعملوها يرقصوا فيها، شباب يرقصوها، ويعني بالليل بالنهار يعملوا فيها العزومة، وبالليل بعد العزومة قبل دخول الهنا يعملوا فيها مولد يعني. مولد، يعني الناس يعملوا حفلات أستاذ، يعني يجيبوا فنان شخص يغني أي أيوة بالليل عيد والله الميلاد. فنانين حاسة هم ناس اسمان عبد الرحيم، يعني قصدي في كرن الكلام هذه، اسمان عبد الرحيم و ايوه عثمان عبد الرحيم والأمين عبد اللطيف مثلا. والامين عبد اللطيف اللي يجوا طوال يعني، هذول بس هنا يجي مرتين ولا مره واحده ما اعرف اثنين اسماء، لكن الامين يجي، واول زواج اللي جاء فيه الامين عبد اللطيف تذكر الاغنيه، وكان في زواج علي محمد صالح شوم السفير الدبلوماسي. الدبلوماسي، ايوه في اول هناي، واللي غناها برضو اللي غناها الاغنيه كمان بتذكرها يعني. نحييه سعادة السفير الأستاذ الدبلوماسي علي محمد وعلي صالح، محمد صالح يعني نحييه. غنى له ولا تكرن مثلا لا بتاعت وردي؟ وقتها ما كان يغني نعم، الامين دي بدايه، بداية مشواره الفني يعني. ايوه اول مره اشوفه في كرن يعني، اول مره يعني. الله يرحم أستاذ الأمين عبد اللطيف. والثانيه تعرف استاذ عبد الرحيم خليفه محمود في استراليا، نعم، أستاذ عبد الرحيم، نعم. ايوه الثانيه غناها في بيت في زواج استاذ عبد الرحيم خليفه محمود، احييه من هنا. نحييه أستاذ عبد الرحيم، يعني الأمين عبد اللطيف جاء غنى في زواج الدبلوماسي علي محمد صالح في كرن، وغنى في زواج الأستاذ عبد الرحيم برضه يعني. ايوه والثالث كان في زواج شكر ادريس، ده اللي قلت لك اللي ذاك عمر فلاق اللي نعم جس به اسم علي، بس اسم ابوه ما اذكر، لكن اسم علي ولد من اولاد كرن هو
وكان مع محمد علي فكاك، لكن عنده لقب علي السينس بها مشهور يعني. بس في زواجهم كمان قالنا شكر إدريس كان يتزوج، والثالثة الرابعة قالنا في زواج تقريبا زواج علي صالح علي مهري ومحمد نور حسن مهري الرابعة، وبعده ما أتذكر يعني. يا سلام استاذ. وفي يعني استاذ هداد يعني ايوه، الاغاني دقيقه، الاغاني اللي غناها برضو في التبية قياس على بشليل قامر الالباب سالبك في على محمد صالح، وفي بتاعة عبد الرحيم خليفة محمود ما أتذكر، لكن في هنا في زواج بتاع الشكر إدريس قالنا خاتم حساس زابيكو قل من هب يا مركو ثبتتها اللي بلونه ولا تلق لحظيكو حريكو قالنا يعني. وفي زواج ناس مهري قالنا فاتنا زهرة نعم يا سلام، دي ربنا المشكلة. يرحمه. وفي الله فنانين تانيين تتذكر جو كرن حضرت يعني جو غنوا وكان يتردد على كرن غير الأستاذ الأمين عبد اللطيف والأستاذ لا لا عبد لا لا اللطيف الأمين هو بس اللي كان يجي. وورد اللي جاكم وبقية الفنانين السودانيين يعني هل السودانيين عثمان حسين كان يجي طوال، أحمد المصطفى طوال كرم بيتي يعني. يا سلام يا سلام أما وردي وإبراهيم عوض كابلي يمكن يكون جاء اسمه كرم ما جاء. نعم ديل الفنانين الكبار، وقالوا أنا ما أتذكر وما كنت موجود، لكن قالوا إبراهيم الكاشف ومن سرور اسمه كمان كان فنان، هذول نعم قالوا سرور اللي هو توفى ومدفون في أسمرة، كلهم متوفين يعني. لا قصدي سرور مدفون في أسمرة يعني ايوه كنت اسمع به، لكن انا ما حصل شفتهم يعني. صحيح صحيح. ايوه يعني جميل أستاذ هداد، قبل ما نختم الحلقة في شيء يعني عاوز تقوله عشان يعني ما نكون نسينا أو يعني تضيفه؟ والله انا شيخ ما يعني ما عندي اضافه، و تمام ايوه لو بس جميل جميل أستاذ، صراحة أنا يعني أشكرك جزيل الشكر، ودي محطات مهمة في تاريخ كرن يعني وذكرياتك، وما شاء الله ذاكرة زي ما قلت حية ومتقدة يعني رغم طول السنين، نحن بنتكلم طبعا عن فترة ما قبل سنة 70 يعني في الستينيات يعني، وأحيي فيك حرصك إنك أنت ما قدرت تتكلم عن شيء ما عشته يعني وما شفت تفاصيله، ده برضه جميل صراحة يعني، ونتمنى الناس تستفيد من يعني هذا الأسلوب في الطرح، إنك أنت حريص ما عاوز تتكلم عن شيء ما شفته، لأن أنا لاحظت كل ما يعني أسألك تقول لي الحتة دي أو الحدث ده ما كنت موجود فيه أو ما كنت موجود في المكان أو على الأقل سمعت من الناس، يعني صراحة أنا أحيي فيك هذه المصداقية وإنك أنت حريص ما دار تتبنى أشياء أنت ما حضرتها. في ناس طبعا يصنعوا من نفسهم يعني هم يعرفوا ويتكلموا عن أحداث وبعدين تحصل مغالطات ويعني الناس تدخل في كلام يعني اتهامات وكذا، فأنا صراحة أحيي فيك هذا الحرص وهذا الاهتمام، ويعني أحيي فيك أيضا إنك أنت رجل ذو ذاكرة متقدة، نتمنى إنه نسجل برضو يعني ما تبقى من الأحداث في كرن وما يرتبط بكرن وبأهل كرن في يعني إذا سواء كان في تلك الفترة أو فيما بعد اللي هو عرفته من خلال ارتباطاتك بالناس وتواصلك بهم. أستاذ هداد أنا أشكرك مجددا وأحييك يعني صراحة أنا أعجز يعني تعجز الكلمات عن يعني شكرك وإنه يعني أحييك زي ما قلت صراحة، وأتمنى أن نلتقي مجددا أستاذ، يعني أتمنى لك دوما يعني وقتا طيبا وسعيدا وجميلا، ويعني خلينا نتواصل
خارج هذه المنصة، عشان الواحد صراحة الحديث معك شيق، ويعني كثير من عندك أعرف كثير من أصحاب، زي ما قلت لي المرة اللي فاتت يعني قائمة الأصحاب عندك كبيرة، فخلينا ننضم لها القائمة دي ونتواصل معك إن شاء الله. ايوه اخ كرار، ممكن تفضل. ايوه في جماعه اخواننا ابناء كرن نعم يعني اتصلوا بي كتار يعني، نعم وقالوا من فضلك هداد نحن تقريبا فهمنا من الهناي تقرون يا سبيكر اسمه، نعم فهمنا من حلقتين يعني فهمنا 80%، نعم لكن في أبنائنا قالوا ما فهموا، فلو سمحت قالوا لي لو عملت لنا بالتقرنية نعم نفس اللي هناي، فقلت لهم أنا التقرنية بتاعتي قلت لهم نسيتها، بعرفها أكثر بفهمها أكثر منكم، لكن عندي قلت لهم لكنة يعني اللي هي أكسنت، نعم وقالوا لي كلام كرم كله ما عربي وتقري ملخبط، وحتى التقرنية نحن بنتكلم عربي وتقرا مع بعض يعني، نعم فطلبوا مني الطلب هذه بس عشان يكون في علمك يعني. والله نتمنى نستطيع تلبية الطلب، يعني ما غالي الطلب ده لأهل كرن صراحة، يعني نحن نشوف كيف الواحد ممكن يقدم. صحيح هو ده اهتمامهم، يدل على أنهم حريصين يعرفوا تاريخ مدينتهم ويعرفوا منك الكلام ده، ويعني يشكروا انه اجتهدوا عشان يسمعوا ويعرفوا بالعربي، وما تبقى طبعا برضه حريصين ان هم يسمعوه، فكوني يقول لك كده ده ينم عن ويدل عن يعني على الحرص انه عاوزين يتابعوا، وبصراحه يعني طلب ما غالي زي ما يقولوا، يعني نتمنى ان نحققه، ما ادري كيف يكون لكن مش مشكله، المهم هنتواصل انا وانت ونشوف كيف نقدر نعمل أو مين يقدر يساعد في تلبية هذا الطلب. وأنا أدري كثير من أهل كرن يتكلموا أكثر من لغة، عربي وتجرينيا وتجرايت وبلين وغيره، فإذا تطوع واحد أو مجموعة من الناس يكون حلو، يعني نحن نقدم الطلب والنداء هذا عبر هذا البرنامج. نتمنى الناس يعني يتفاعلوا ويشوفوا طلب أهل كرم، طلب ما غالي ويستحقه صراحة يعني، وإن شاء الله حنشوف أستاذنا. أيوة الحاجة الثانية أنا هنزل رقمي، من يعرف مكان أو سيوم عند نرجس ورق اللي قلت لك اللي كان مدير بتاعت المدرسة بتاعت مستر هيو، لا لمبا قال أيوة هو موجود في تكساس، لكن إنسان لو ما تعرف مكانه لو ما عندك رقمه حتى لو جارك يعني ما تعرف مكان يعني، صحيح حتى لو انت وهو في عمارة واحدة ما تقدروا تلتقوا، فأرجو من جميع الأخوة اللي موجودين قاعدين يستمعوا لو لقوا سيوم عند نقرقيس ورق يدوه هو تلفون يعني، والتلفون ممكن تنزله لي يا كرام. نعم ممكن تقول أستاذنا والناس تسمعه، يعني أنت ممكن تقول الرقم مع أيوه المفتاح يعني ايوه خلاص هقول له بالتقرنية وبالتقري وبالعربي، وبالعربي. اذا كان واحد يعرف سيوم عند قرقيس ورق عند قرقيس ايوه سيوم عند قرقيس ورق لو يعرف عنوانه او مكانه لو أو رقم ادوه تليفونه حتى يعني. ايوه او حتى تلفونه، وانا رقمي الاسم هداد خليفة محمود، والرقم 4 1 5 2 3 5 2 6 9 4. يعني انت حلو، يعني ده هو لانه مقيم في امريكا عشان كده حيلقاك بالرقم المحلي اللي ايوه انت عايزه. ايوه في تكساس، في تكساس موجود صحيح صحيح ايوه هو في تكساس، بس وين ما بعرف، لكن هو موجود لان انا وهو ما تواصلنا، اخر مرة تقابلنا في كسلة سنة 79 شهر 79 شهر 2
نعم، حاجة ما والمفتاح الرقم طبعا أمريكا، وبس هو ما هيحتاج للمفتاح ده، إذا كان في والله ما ناس عايزين يحتاج يتواصلوا للمفتاح. معاك. نحن يعني ما أدري أنا إذا كان صح ولا ما صح، لكن إذا في واحد عاوز يتواصل معاك طبعا المفتاح هو ايوه أمريكا. برضه عايز اقول لها بالتقرنية تفضل. كبرات احوات سيوم ان نغرقيس ورق دايركتر ناي بيت نمر تناي لا لمبا او لا لمبا اورفانج سكول زنبري سيوم عند غرقيس ورع ودشنا رايو بجاه مزيا قصري كتبو انا نسون تتعافينا روخينا حواتينا خا قصري تلفوني اربعتي حادي حمشتي كليتا سلستر حمشتي كليتا شدشتي تشعتي اربعتي هداد محمود يا شمي أنا هداد محمود إقبال سيوم عند قرقيس ورق من لهيته مسنيته وحويته وضعجيته سيوم عند قرقيس ورق من شناره وشناراته وأنا وهتو مسانيت وحو أنا ولكن بعدينا وزي منكم أكانت للأمر وإلا اللي تابع لها الله لرؤية لها الله اللي مقابلتنا ينا يوم لرؤية لها الله تلفون ناية أربع حتى خمس كل إيه سلس خمس كل إيه سس س سبع سوري س أربع س أربع اللي تلفون ناية قال له أبوه هدو دي بتكساس على بيلونا لكن أنا قال له أبوه يقدر كوني وأنا مدينة سان فرانسيسكو كاليفورنيا دي بهليكو وشكرا. سان فرانسيسكو جفر لك كوبري اللي يا استاذ. ايوه ولا كوبري لك اي حته سمت ليكو بس وبالمناسبه دي يعني انا اوجه النداء لاحبابنا واخواننا واصحابنا اللي موجودين في تكساس، اذا يعرفوا سيوم ايوه ايوه يتواصلوا معاه ويوصلوه باستاذنا هداد خليفه محمود. اولاد كرم كلهم الامور يعني تمام، يعني جميل استاذ، انا احييك مجددا صراحه، واتمنى لك وقت طيب وسعيد لحد ما نلتقي مجددا. يعني كده احنا يعني وصلنا الى نهاية الحلقة، ونجدد النداء لمن يعرف الاخ سيوم مقيم في تكساس، وهو من شنارة ضواحي كرن، وكان مدير مدرسة لاليمبا وصديق للاستاذ هداد خليفة محمود، ويعني فرقتهم السنوات. ويعني نتمنى لمن يعرف اخونا سيوم يتواصل مع أستاذ هداد خليفة محمود، أو حتى لو كتبت الرقم أو التعليق على رابط الحلقة على اليوتيوب فيما بعد، أظن الأستاذ هداد محمود يستطيع الوصول إليه. شكرا أستاذنا يعني، وشكرا مشاهدي الكرام، بهذا نصل إلى وإياكم إلى نهاية الحلقة. أتمنى لكم كالعادة دوما وقتا طيبا وسعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.